زي ما انتم شايفين يا جماعه كده، هي دي اقدم فناره معدنيه حصلت في مصر، او تقدروا تقولوا تقريبا في العالم. دي كانت بنت من قبل افتتاح قناه السويس 1869 زي ما قلنا من شويه. الفناره دي موجوده دلوقتي على شط الفنار في مصيف بلطيم محافظه كفر الشيخ، ومفيش حد بيجي هنا اصلا، ومحدش يعرف عنها حاجه، ومتصرح ان اي حد يخش يتصور عندها لو حابين. مكان مفتوح، بتيجوا تخشوا تصوروا، بتعملوا كل اللي نفسكم فيه. الفنارة دي بقالها أكتر من 150 سنة، يعني عمر. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.